أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. قبل أيام الأسبوع الماضي انعقدت ما يسمى بالقمة العربية 31، وبغض النظر عن رأينا بهذه القمة وبالأنظمة التي حضرتها وبمسؤوليها، لكن ما يهمنا مشاركة العراق في هذه القمة. العراق يعني بعث وفد يشارك في هذه القمة من رئيس الجمهورية، والرجل تحدثنا عنه ولا بد من الحديث مرة أخرى. القمة اسمها قمة العربية، والقمة العربية تبحث في هموم ومشاكل الأمة العربية. هذا واقع الحال، في نجاحاتها، في سبل تطويرها، في علاقاتها، في المهم أي سبيل لتقوية الأمة العربية ولخدمة العرب، هكذا هو شعار الأمة العربية، شعار القمة العربية. طيب لما يبعث رئيس هو لا يؤمن بالعرب، هو يرى العرب حتى لا حكموا العراق هم مجرد قتلة وفاسدين ومخربين ودمويين ومجتثين ولا يصلحون لأي منصب، وهذا في بلد مثل العراق 90% من العرب هو يراهم هكذا ولا يحب شعب العراق اللي هو رئيسه، فكيف يذهب إلى قمة ليمثل العراق فيها وهي قمة عربية؟ ثانيا وزير خارجيته نفس الشيء طبعا، والاثنين صوتوا على استفتاء انفصال يعني المحافظات الثلاثة في العراق اللي هي أربيل ودهوك وسليمانية عن العراق وتشكيل دولة. جرى الاستفتاء قبل كم سنة، هم شاركوا به وأعطوا صوتهم للانفصال، لا يريدون البقاء بالعراق ولا يحبون العراق. هذا واقع الحال، لا ندعي عليهم ولا نكذب ولا، لكن هذا واقع الحال، هم هكذا يتصرفون وهذا شأنهم. لكن أن يذهبوا لتمثيل العراق في هذه القمة تعني أن كل القائمين على العراق من حكومة وأحزاب وقوى العملية السياسية لا يؤمنون لا بعلاقاتهم العربية ولا يؤمنون بالدول العربية، وليس للدول العربية أي قيمة لديهم، لأنه لو كانت لديهم قيمة على الأقل ما كانوا يعني شاركوا بهذا الشكل، لكانوا يعني اهتموا بهذا الموضوع. أصلا حتى وسائل الإعلام العراقية لا تأتي على ذكر هذه القمة ولا تأتي على ذكرها، والطروحات التي تجري هناك غريبة عجيبة. يعني وإحنا شاهدنا يعني البرلمان ما يسمونه البرلمان العربي، واحدة ممثلة للعراق في البرلمان العربي، واحدة من النائبات، يعني عندما تحدثوا عن إيران والتدخلات الإيرانية رفضت مشروع قرار لإدانة التدخلات الإيرانية في العراق، رفضت، ترفض وهي تمثل العراق، وأنت تسأل هل هذه تمثل العراق أم تمثل إيران؟ وأنت تسأل الآن هل الرئيس ووزير الخارجية يمثلون من؟ هل يمثلون العراق؟ والعراق ما هو يعني شكله أو تصنيفه أو صفته في هذه القمة؟ هل هو دولة عربية؟ ما أنتم بالدستور لا تقولون دولة عربية. طيب وجوده في هذه القمة شنو؟ شخوص ليس لهم علاقة بالعرب ويكرهون العرب ومجبرين على وظائف معينة لأنه تأتي لهم بالفلوس والجاه والمنصب ومحاصصات، فهذا غير القضية، ويجيرون الوضع لصالحهم بالداخل. أما يذهبوا للقمة العربية وبهذا الشكل غريبة عجيبة. والإعلان الجزائر أو ما سمي في إعلان الجزائر يعني يهنئ العراق على هذه الخطوة وتشكيل الحكومة وانتهاء من الانسداد السياسي. أي انتهاء سياسي؟ أي انسداد سياسي أنت تهنئون على انتهائه وانتهاء الأزمة السياسية؟ هي الأزمة السياسية انتهى؟ هو العراق انتهى؟ هم يبحثون مشاكل دول كثيرة لكن العراق لا يتقربون منه، لأن هناك توجيهات أمريكية العراق لا حد، خلاص
هذا حصة أمريكا وحصة إيران وخلص لحد يتحرش. ما هو هذا الوضع من 20 سنة لحد الآن، هذا نفس الوضع. وبالتالي يعني بالتالي هم يتصرفون مع العراق وكأنه ما يعني بلا مشاكل، والعراق مستقر والعراق بلد آمن وخلاص وما عنده مشكلة. وحتى الأمم المتحدة تروج لهذا الموضوع، حتى اللاجئين الآن الذين يقدمونهم بالملايين العراقيين يعاملونهم على هذا الأساس، بلدكم مستقر. وهم يعرفون والكل تعرف أنه إذا أكو بؤرة غير مستقرة في العالم هي العراق، لا مستقرة لا سياسيا ولا أمنيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا كل شيء، ماكو استقرار. والعراق ذاهب إلى يعني قمة الفوضى وهو بؤرة الفوضى، ويعرفون هذا، لكن مع ذلك يتصرفون بهذا الشكل. والقمة العربية تتسكل يعني تتصرف بهذا الشكل. يعني ربما يعني نتساءل، هم القمة العربية دزوا الدعوة لمن؟ يعني هم لا يعرفون من يحكم العراق، رئيس الوزراء أم رئيس الجمهورية؟ يعني من يمثل العراق حقيقة؟ وأنا أتوقع أنه دزوا أكثر من دعوة، دزوا رئيس الوزراء دعوة بس ما كان موجود ربما، بس دزوا له أكيد المكتب رئيس الوزراء، ودزوا دعوة يجوز دزيها للمصطفى الكاظمي سابقا قبل ما يطلع، ودزوا رئيس الجمهورية، ودزوا ما أعرف منه وزير خارجي، أكثر من دعوة. بينما بدعواتهم لكل الدول يدعون الرئيس، يدعون أمير تلك الدولة، ملك تلك الدولة، رئيس تلك الدولة. أما في العراق لا يعرفون من يحكم العراق. وبالتالي هذه شكل القمة، هذه شكل القمة العربية، قمة 31. فأنت من خلال ذلك تقيس أو تسأل، طيب أي هموم للأمة تناقشها هذه القمة إذا كانوا يعني يتصرفون مع العراق اللي هو واحد من أساسيات بناء هذه الأمة، واحد من ركائزها الأساسية بهذه الطريقة، وهو يتصرف مع العرب بهذه الطريقة. إذن يعني ربما لا بواكي للعرب ولا بواكي للعراقيين في هكذا تصرف، في هكذا رؤية، وفي هكذا يعني قمة، في هكذا رؤية عربية للعراق ورؤية إقليمية ودولية للعراق، والعراق بؤرة للفوضى والخراب والدمار، وهذه لن تبقى بالعراق، ما بقيت بالعراق ولن تبقى أيضا. يعني كل الفوضى التي في المنطقة بدأت من العراق بعد 2003 وستتوسع وستكبر وستمضي في طريقها، والميليشيات لا تنتهي. وهذا الفكر الكسيح الذي يحكم العراق لا يمكن أن يتوقف عند حدود معينة، والكل في خطر الحقيقة. يعني كان على الأمة أن تناقش كيف توقف هذا الخطر وكيف تساعد أهل العراق في تجاوز هذا الخطر. كافي أخطاء مع العراق، كافي بعد 20 سنة يفترض هذه الأخطاء تتوقف، توقف الرؤية القاصرة للعراق، هذه الرؤية التي محكومة بالرؤية الأمريكية يجب أن تتوقف. وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.